التحدث بدا العمل، نعم للاعمار، نعم للبناء، بعد افتتاح خط سرتب، وهذه الان خط الطريق الساحلي الظهير، سرت الظهير، وايضا بعد قليل 700. دائما ما نقول ان سرت تبنى بسواعد ابناها، توكلنا على الله، بسم الله ما شاء الله تكون فاتحه خير على البلاد والعباد، توكلنا على الله. اسمع المستشفى فيها